في شاب عمره 20 سنة قال لي إنه ما كنت بعرف إنه متجوز. سألته أنت متجوز؟ قال لي إيه يعني. قلت له كيف؟ قال والله أهلي غصبوني. عم يقول لي إنه ناطرنا صار له قديش؟ شي 20 سنة. 20 سنة. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. الله يعطيك العافيه انت. الله يعافيكم جميعا، وان شاء الله متشرفين كثير بحضوركم معنا ومنورين المكان والله. تسلم تسلم. الله يسلمكم جميعا. هو من زمان يعني ما فينا نقول غير شو بينادوا لك، بيقولوا لك بينادوا لي باسماء متعدده، وكل اسم له تجاره محدده وله دخل محدد. اول واحد اي منه تركيا باسطنبول، اسم ابو جانتي، له مناسبه صغيره وسريعه وقصيره. كنت عم اشتغل بسوق في سيارات كثيره، وكله ابو عبده ابو محمد، وهذا من حلب، ابو عبده الحلبي، ابو عبده الحمصي، ابو عبده الشامي. فانا لازم اختار طريقه معينه ابرز فيها مشان شو اتميز عن الناس كلهم. فاخترت اسم ابو جانتي، هو الاسم الوحيد اللي له فكاهه معينه، له كوميديا معينه، وله شغل معين. ربطت اسم الاسم ابو جانتي بالعمل، والحمد لله كان بدايه طيبه جدا للنجاح والتفوق والتميز الحمد لله. ربنا. هلا انت بتسوق سياره طبعا، وبتعرف شو ماهيه السياره وكذا. اكيد. اخيرا صرت انت فاتح معهد. نعم. لتعلم الناس على سواقه السياره وعلى شو حاليا مكتب بكل ما يتعلق بالسياره، استشاري سيارات، خبره 15 سنه من شهاده سواقه، من ميكانيك السياره، من سيكورتي السياره، من معاينه السياره، من شراء السياره وبيع السياره، كل متعلقات السيارات، اضافه لعمل الاساسي كمحامي، استشارات قانونيه، خدمات بكل ما يحتاجه الناس. طول بالك شوي شوي. يعني تخرجت انت طبعًا محامي؟ طبعا خريج 2008 جامعه حلب، متخرج من كلية حقوق جامعة حلب عام 2008. بالعادة يا جماعة الحقوق بيتأخروا ليتخرجوا. نعم. أنت كيف كان دراستك؟ أول شيء رغبة كلية حقوق كانت بين على رغبة شخصية مني، فالحمد لله من الأوائل في الكلية في الجامعة. حتى كنت أعلم طلاب الجامعة في الجامعة، كنت مدرس يعني من أنا سنة ثانية درس سنة أولى، سنة ثالثة درس سنة ثانية. فهيدا الموضوع متأصل فيني ولله الحمد. هون في مشكلة عند السوريين إنه كيف يفهموا القانون التركي، كيف ممكن يفهموا القرارات، مش كيف تطلع. وفي لبكة يعني، فاللي عنده يعني هيك قدرة على انه يستوعب هي القصة ومحامي ناجح كثير بيفيد. ليش ما فتحت يعني مكتب استشاري او هي النقطة الأولى؟ مكتب خدمات قانونية واستشارات إضافة لعمل السيارات. المرحلة القادمة رح تكون هي مكتب عمل المحاماة تدريجيا. أيوة. اول شيء لازم تقوى، بعدين قوي غيري. يعني ما بإمكانك تعطي شيء أنت ما بتملكه. يعني قصدك انه نفوت على السوق التركي نعرف كل شيء؟ طبعا لازم. بعدين بقى نرتب امورنا. اكيد لازم نفوت بالمجتمع التركي ككل بكل مفاصله وحياته اليوميه القانونيه والعمليه والاجتماعيه وحتى الفكريه والعادات والتقاليد، لتقدر انت تفهم هذا المجتمع حتى تقدر تفهم غيرك. معناته انت هلا فتحت هذا المعهد، غير انه عندك خبره بتعرف انه هذا بيجي وارد، هذا الوارد ممكن يتوظف بشيء ثاني. طبيعي اكيد. انا يعني ماني عامله سبيل بالنهايه، ممكن يكون في خدمات، ممكن في اشياء مجانيه، اكيد هذا شيء اساس العمل. الخدمه المصاري بتجي بعد ما تنجح الخدمة، بتجي المصاري لحالها. أبو جانتي متجوز؟ طبعا متجوز، منفصل عن الأولى. أيوة. وحالي مع الثانية موجود، عندي بنت من الأولى وبنت وصبي من الثانية. يعني أنت عندك المحاماة، المعهد، بعدين المحاماة. أنت تجوزت أول مرة، ثاني مرة ليكون في لا طول بالك. هو يعني بنعتذر، نحن بنمزح كثير مشان زوجتك ما تزعل. لا لا ما بتزعل ان شاء الله تعالى، وغالي على قلبي كثير اكيد. و يعني واحد عندنا بنت وصبي والله مفضل ومستورين الحمد لله. يعني ما الحياه عنده تجارب يعني. المتعه ليست المتعه بتعدد الزوجات، المتعه بزوجه واحده تفهمك، تفهمها وتعيش وتتفاهم مع الحياه بحلاوتها بمرارتها. وبتوجه لها بتحيه كبيره كثير لانه صبرت معي من امر الظروف لاحسن الظروف. هلا هيك ما توجهت لها، هيك توجه على الكاميرا واحكي معه. طيب بتوجه لها بتحية عظيمة كبير لأنه صبرت معي من أسوأ الظروف لأحسن الظروف، وبحية من كل المشاهدين وكلتنا إن شاء الله تعالى بنحييها. ما في كلمة حبيبتي مثلا، روحي، قلبي، كذا؟ هلا إذا حكيت كلمة حبيبتي وعيني وروحي، بعدين كل اللي بتعمل معه المقابلات بيقولوا لنسوانهم ليش ما قالت مثل ما قال أبو جانتي، فما بدنا نفتح باب على الناس.
افتح الباب والله حلو بس. طيب خلاص بقول لها حبيبتي وروحي وقلبي بتشكرك كثير على وقفتك معي من اصعب الظروف لاحسن الظروف، وان شاء الله الى الامام وبيربوا معنا اولادنا وعيشوا بامان واطمئنان. هلا ابو جانتي انت معروف، بس ابو ايش؟ ابو عبده. ابو عبده حلب كله ابو عبده وابو محمد. طبعا حرف الميم ما عندنا حرف الميم سقط سهوا. نكون واضحين يعني للامانه، اذا الطريق مو للسياره المشي يساوي الطريق، يعني رسوم توضيحيه لهذا الشيء، ما عاد في رسوم توضيحيه. طيب ناخذ حالة تانية كمان، هي كلها قواعد هلا في تطبيقات عليها. الحكي كثير والله يا ابو جانتي، اذا بدنا هي بيروح البرنامج كله عندك، فخليها لوقت ثاني. نحن جاهزين بكل وقت، وما هو هذا الدرس الوحيد، في دروس قادمه ان شاء الله تعالى. نحن عاملين اليوم دعوه مجانيه عامه حتى الناس تتعرف علينا وتتعرف على اسلوبنا في العمل والتعامل. يعني جديد الموضوع، نحن جايين التدريس بالنسبه لي خبره 10 سنوات، ولكن تدريس بالسواقه اليوم كبدايه. طلعت على بقية المكاتب والمدارس كلهم بيقول لك رسم التسجيل 1000 ليرة 900 ليرة 1100 ليرة، فأنا بحثت عن طريقة تميز فيها عن كل المكاتب إني لازم أعطي كبداية مجانا وحل المشاكل اللي بيوقعوا فيها أخوتنا السوريين بفحص السواقة. أنا كوني خضعت لهذا الاختبار بعرف وين نقاط الضعف وين نقاط القوة، ورح ركز على نقاط الضعف اللي بيوقعوا فيها حتى نقدر نتغلب عليها ويدعونا مع الأيام إن شاء الله. المجاني لأيمتى؟ المجاني يعني هالفتى يدوم شهر تقريبا، ضمن شهر تقريبا كل فتره بنعلن عن درس، كل اسبوع درس مثلا. كثير منيح، يعني هيك بصير في تواصل اكثر وتعرفوا عليك. ممكن نعمل مجموعه على الواتساب اللي بحب يستمر ويتواصل معنا، كل اسبوع في عنا جلسه اقل شيء. طبعا هالدوره هي الدوره القادمه حصير اخذ يعني رسم تدريس، ولكن رسم معقول ان شاء الله تعالى، ليس رسم فاحش وليس هو استغلال، هو خدمه، والخدمه اهم من الماده. انا قد ما بخدم الناس قد ما بستفاد بالمقابل. تحيه لابو جانتي. شكرا. عم يقول لي انه ناطرنا صار له قديش؟ شي 20 سنة. 20 سنة؟ 20 سنة يعني واحد بينتظر بينطر سنة سنتين. انت وين كنت بسوريا؟ انا كنت بحلب بريف ريف الجنوبي. ريف بسيط هيك. صار تواصل شي بيناتنا؟ لا. ولا بس انت من عندك انه يا ريت برنامج التلفزيون الناس يجي؟ ايوه كنت عم تابعك على البرنامج كل أيوة. اسبوعيا يمكن اسبوعيا. اي اسبوعي. كنت بالصف السادس خامس ما بعرف، كان عندي كمية كبيرة يعني أيه. تماثيل هيك طبعا بدائية يعني بطريقة الصابونة بطريقة السكين، وفي عندي جبصين وفي عندي حجر، لكن صعب كان بالأزمين، لكن صعب كتير. بس المهم انت من جواتك انه لازم يوم نجتمع. ايوة قلت لازم، الا ما يوم انا والاستاذ عبد المجيد برنامج اسمه التلفزيون والناس. بعرفك كويس. يعطيك العافية. والله انت عندك جلد منيح يعني. كنت حضرتك تتنقل بالقرى وانا متابعك يعني كيف بيطلع اهل المواهب اهل الرسم. ايوة. حتى المواهب العادية جدا كنت قلت لنا اكيد الاستاذ في يوم من الايام راح نلتقي. ايه لازم احيانا بنروح لعند ناس ندق الباب ويقولوا مين بعدكم؟ ايوه لانه بتعرف انت بالتلفزيون الو جيبوا كذا. أيوة. هلا انت ما حاولت تقول لحدا مشان نجي؟ لا انا في غيرك. ايه احيانا بيحاولوا فبيستغربوا انه شو جابكم، بيقولوا لا قالوا لنا انه هون في شيء ظريف بجاي نصوره. ايوه بما انه نحن ريفنا بسيط وفقير. أيوة. وبدائي يعني هو نائي، منطقه نائيه على جبل الحص بعيد عن عن مدينه حلب. اخذ طيب بين الرقة وبين حلب. ايوه. فاخذ سمعه كبيره انه في طفل صغير بينحت من هذا. انا قلت هاي السمعه واخذت صيت شوي ربما يصل الخبر للاستاذ عبد المجيد ويزورنا لهون. يلا هلا وصل باسطنبول. وصل. اسم الكريم النحات شريف السفري الطائي. اهلا وسهلا فيك. بدك ما تاخذني انه مالي يعني بتابع، صعب الواحد احيانا. طبعا هذا قطر كبير وفي كثير ما شاء الله المواهب هون كشفت بتركيا كثير المواهب للسوريين يعني. اليوم انت شاركت يعني وان شاء الله مشاركتك فيك كان لها وقع. الحمد لله شاركت بثلاث منحوتات هون تعبيريه ومنحوته واقعيه وكمان لوحتين سرياليات وبالاضافه لثلاث لوحات مناظر طبيعيه. هذا لا عندي رسم ونحت كمان عامل قناه على اليوتيوب
بعلم قواعد الرسم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. العفو. يلا نلتقي كمان إن شاء الله. إن شاء الله. لقاءات كتير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. خلاص نسلم. الله يعطيك العافية. قعمز. الله يخليك. شلونك؟ شو أخبارك؟ أهلين وسهلين. أنت ما في شغلة ما بتشتغلها؟ ما هو من المنظمين يعني شلون؟ هلا بتنظيم المعارض. أي. وغيره بالمشاركة بالرسم. يعني قصدي أنا وين ما بفتل يعني مثلا باسطنبول بلاقيك. يا بتكون بشي محل يا بديكور يا ب إجباري لازم الواحد يكون مسبع الكارات مثل ما بقولوا. هلا قصة هي مسبع الكارات بجوز أحيانا بيقول لك ما بتزبط يعني كار واحد يعني. مسبع الكارات وأكثر من سبع كارات كمان. بيطلعوا السوريين يعني 70% منهم 70 كارة. إيه اللي هو السوريين معروفين بهالقصة هي وخصوصا الحلبية. ليش بقى الحلبية بس؟ الحلبية معروفين بهالقصة هي بشكل عام يعني بسوريا كلها. بيزعلوا هيك الحماصنة. إيه بفيقوا رغم انه ما بفيقوا بكير على الشغل الحلبية بيتأخروا. بتأخروا بالليل كمان وبتلاقي الحلبي بيفهم بكل شيء يعني اليوم إذا كان ببيته بالكهرباء بيسويها هو المي بيسويها هو وبمصلحته بتلاقي بيعرف أكثر من مصلحة إذا وقفت مصلحته بيشتغل بغير مصلحة والمونة بكل شيء بالطبخ. هلا هيك أنت عم تلغي دور أم عبدو الحلبية. الرجال كل شيء بيسوي إن كان الرجال وإن كان النسوان. النسوان معروفين النسوان الحلبية ست البيت. يلا عدد السبع كارات طبعا. أنا بشتغل بالإنشاءات متخصص بكل شيء إن كان بالسيراميك والزراعة والدهان والأسقف المستعارة هاي بكلها بالديكور أعمال الديكور كهرباء ومي تمديد كهرباء ومي واشتغلت فترة بالخياطة اشتغلت بالفحم هون بتركيا اشتغلت بمطاعم طبخ السمك انا معلم بطبخ السمك فنان تشكيلي وفنان تشكيلي. صف الكار اللي هو شو ناقصك شو هو رب الأسرة. ان شاء الله الله كريم. يعني حاولت حبيت خطبت عملت ما عم تزبط لاغي الموضوع. ايه لا يعني بس لسه ما صار يعني الله كريم نصيبي بيجي. ايه اسمي الكريم عبد الحميد. كيف اهلا وسهلا فيك عبد الحميد. شكرا لك والله يعطيك العافية عطلناك. لا ولا يهمك ولو الله يخليك. سلام. سليمان وين عم يدلوك ما بتعرف شو بدك تساوي؟ والله عم يدلونا على في كارت مشان اكلات وما اكلات للاولاد. ايوه نحن هون هذا اهم شيء يعني ما وين عيلتك هون؟ والله كلهم الك؟ تاو اهلا وسهلا فيكم. والله ما ببين بنتي سوزان ترسو كبر حاله ابوكي. ايه والله شو درستي سوزان؟ انا بكالوريا علمي درست وما اخذتها بس انا كمان برسم مثل بابا وفي لي مشاركه بمعارض كمان معه. اهلا وسهلا كيف الصحه؟ الحمد لله كيفك شو اخبارك؟ يلا منيحه ما يطلعكم مشاوير والله. الحمد لله. عشان ساوي لمينة صغيره الحفيده. الله يسلم. صرت جد مشي حالك بنت بنتي اموره. طبعا اخونا علي فنان تشكيلي من حلب وموجود باسطنبول بس ما عم تبين ما عم بالبيت ما في بيتوتي انا شوي والله ما يعني صاير معي شوية هيك وجع بالرجلين ما بس بطلع عليك العافيه. يلا بديروا بالون عليكم. كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ انت عندك بنتين؟ بنتين وصبي. ايه بنتين وصبيين. والله حملهم مو كتير تقيل. لا حلوين مش قد ما كانوا كتير ولا قليل كله نفس الشيء كله ما في احلى من الاولاد. تعادل. هون بكالوريا العلاقة بالرسم حضرتك؟ أنا كمان برسم بس إنه ما يدرسه بتعرف حسب الأوضاع وكذا بس للسادس دارسة سماعي.
كلهم موهوبين طالعين لي. ايه حلو. ايه ما شاء الله. ابوكي ما عم يساوي معارض ما عم هلا هون صعب يعني الاوضاع وكذا، بس انه بيرسم بضل انه اكيد ما بيقطع ابدا. لا هو بيرسم بعد ما طلع يعني برات الوطن، بتعرف واحد حالته النفسيه يعني هو متغير كثير، يعني حالته النفسيه يعني صايره صعبه. عندك الموضوع معناته. ليه حالته بتتغير عندك؟ هو ما شد من حاول معه بضله. الفنان التشكيلي مزاجي كثير. ايه هلا كله قالوا ايه، كله قالوا ايه. هلا مثلا كان بحلب مثلا يقعد بغرفه لحاله ما نشوفه، يعني فكروا الاولاد انه بالشغل. بنروح نقول لا تزعجوني عم فكر. هلا شو صار لك من جوزتي؟ يعني شيء 24 سنه. يعني شايف شايف شايفتي سنتين. ايه هو هيك. ايه يمكن يعني سنتين على سوا ما بعرف، يعني ممكن اقل من هيك يعني. هلا حاليا باسطنبول ما هيك؟ ما في فكره يعني بس مستقرين؟ والله نحن يعني عم في افكار طبعا نطلع، بس حسب الظروف بتعرف ما عم نحسن يعني. يعني بنحب نغير جو ونطلع بلد ثاني، يعني بيتعبوا الاولاد هون بتعرف اوضاع شوي الشغل والفن هون ما كثير يعني ماشي. ايه صعب صعب يعني. يعني اذا صحت لنا فرصه بنحسن. ادعوا له. ان شاء الله ان شاء الله. يعني اذا صحت الفرصه يعني نرجع على سوريا كمان بنرجع يعني مشان ما بيرتاح الواحد بده. طبعا اذا صار في بلدنا ظروف تحسنت احسن من هيك طبعا اولويه للعوده طبعا. ايه هلا في قرار يعني انه الواحد بيرجع. هلا في معظم السوريين بيقول لك بنرجع ولا ما بنرجع؟ بين نحن بنرجع بس اذا الظروف تحسنت، يعني الاولويه للرجعه صراحه. بالمستقبل شو ناويين على امك وابوكي ولا التفكير محصور لحالكم؟ لا نحن ما عنا يعني كثير انه عنا انه فينا نفكر لقدام، ما عم نقدر نفكر لقدام صراحه، بس حاليا انه نحن كمان عم نرسم وعم نفكر بهذا المجال. انا بصراحه يعني من طرفي عم فكر مجال الرسم حاليا، يعني ضل ارسم في عندي رسم. معظم الناس بيقولوا نحن بيننا وبين اولادنا في جدار عالي ما عم نقدر نتفاهم نحن واولادنا. ما في هذا الشيء بيناتنا، يعني متفاهمين كثير مع البابا ويعني متصالحين مع بعض. انه بين هذا انه هو اجباري بيكون في فرق ما خاصه بهذا العصر. لا خاصه انه بين البنت والاب دائما بيكون في خجل وكذا، بس لا نحن انه مع البابا قصدي السن اثنين. الشيء اللي كان قبل نحن جيلنا مربوط باللي قبل، بس هلا الجيل اللي موجود ما عم يرتبط بالجيل اللي بعده. اللي بتعرفي بقى التقنيات هي اللي صارت بالكون. بس لا انا بالنسبه لي انه ما ما ما, ما اثر شيء علي. انا ضليت انه مثل ما انا كيف تربيت انه هذا هو ما تغير شيء ولا تكنولوجيا وكذا. انا لا ضليت انا مثل ما انا. معناته الاستاذ علي هو اكثر واحد بيستخدم ال بضل قاعد ما بيحكي مع حدا. لا الحمد لله يعني اولادي يعني الحمد لله يعني مو انه الاولاد يعني واحد دائما الاولاد عين امهم، بس لا الحمد لله يعني من هالناحيه لا بحسهم غير يعني جيلهم. نحن كلياتنا متفاهمين مع بعض وبنتحادث مع بعض، يعني التليفون هو يعني شيء يعني ثاني يعني منيح قدرانين يسيطروا عليه يعني. ايه الحمد لله يعني يعني كلياتنا متفاهمين الحمد لله. يعني اللي ما اختلف كثير يعني هلا جيلنا كمان كان الكل بيتقاتلوا على التلفزيون وعلى الاقنيه كمان، يعني بعتقد ما تغير شيء كثير. ايه فالتكنولوجيا موجوده من جيلنا بس اختلفت، صار هلا كل واحد لحاله على تليفونه. عم يقول انه ما اختلف، يعني انا قلت رايه وقال رايه. طيب موضوع انه البنت بتتجوز تخطب الشاب بيخطب بيتجوز تغير شيء ولا مثل الاول؟ في تغييرات هلا اذا قلنا يعني ما في تغييرات كثير تغييرات ولا شوي؟ حسب يعني مثل ما بقول بكل عائله شكل يعني بكل يعني بتعاني انت هي القصه مثلا؟ انه والله ابني شلون بدي جوزه عقله غير عقل كذا. لا 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 ما بالعكس، يعني مثلا ابني هلا الكبير مسافر على السويد، بقول له مثلا ابني اذا في مجال يعني تتجوز او تلاقي لك وحده، بيقول لي امي ما في، بقول له لاقي لك، بس بيقول لي عندي في وحده هون شو ما بعرف حلوه، بقول له روح حكي مع يعني هيك اعمل شغلات يعني هيك احكي رتب امورها. ايه ظبط حالك اللي اي والله ما لساتني صغير يعني بدي كمل دراستي امن حالي بعدين مثلا بتجوز. بقول له على راحتك يعني انا ما عندي اي مانع. هذا الاختلاف كان قبل
تعال هي إلك. لا ما عندي. لا لا أنا ما عندي هاي الشيء. خلاص اثنين متفاهمين هن رح يعيشوا مع بعض، هن رح يأمنوا بيتهم ورح يكبروا أولادهم ويزبطوا بيتهم على راحتهم. في هيك شيء ما هلا؟ أكيد في، بس مو بعيلتنا نحن. بس في. بقصد يعني في. إيه في أكيد، يعني حتى من كم يوم أنا لقيت إنه في شاب عمره 20 سنة قال لي إنه ما كنت بعرف انه متجوز، سألته انت متجوز؟ قال لي ايه يعني، قلت له كيف؟ قال والله اهلي غصبوني، يعني حتى في انه مجتمع الشباب كمان اهلهم بيغصبون على الزواج، ما كنت بعرف انه في هذا الشيء. اهلا وسهلا فيكم، يلا يكون في شيء معرض شيء يوم هيك يكون لك نشاط نجتمع فيه. انا يعني هلا انا بعضو بالجمعية شام ودائما اي نشاط عم بشارك فيه، وان شاء الله في نشاطات كثيرة يعني. ان شاء الله ان شاء الله. هو حلو النشاط انه تطلعوا مشوار اذا ما في معرض ولا شيء. اكيد. أنا بيتوتية، هاي المشكلة. الله يعين أولادكم معناته. ما أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. فاتح صار الأسبوع المعرض فاتح، واليوم لقدرنا نطلع يعني بعد وساطات وتهيئة و... قلت يعني أنا بابا مشارك بالمعرض وما ما لاح يعني ما قدرت أجي لليوم، لا قدرنا نجي. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا فيكم، موفقين إن شاء الله. نراكم خير أخي علي. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.